أنا بيني وبين التطرف والتشدد والغلو وعداوة، أنا عمري ما كنت عارض لحد، كنت دايما بحب كل الناس وبحب كل الناس، لكن بكره التطرف كفكرة، بكره التشدد كفكرة، بكره الغلو كفكرة، لأنها بتدي قبح شديد لإنسانيتنا، قبح شديد لإنسانيتنا. فعشان كده أنا بعتبر النبي محمد وأصحابه علامة عظيمة جدا جدا وقدوة هائلة بالنسبة لي، أنا قدوة هائلة كده.